القوات البحرية الملكية تشارك في مناورات ضخمة. تواصل القوات المسلحة الملكية انخراطها الدولي في التدريبات السنوية متعددة الجنسيات. فبعد انتهاء مناورات الأسد الأفريقي التي تعد أضخم تمرير بري بالقارة الأفريقية، تشارك القوات البحرية الملكية في المناورات البحرية الكبرى المقامة بالبحر الأسود الممتدة طيلة 13 يوما. التدريبات الحربية التي أطلق عليها اسم نسيم البحر 2021 تضم أزيد من 5000 جندي من مختلف قارات العالم، مع 32 سفينة بحرية و40 طائرة و18 فريقا للعمليات الخاصة، ما يجعلها أكبر نسخة من التدريبات المشتركة منذ عام 1997. وأعلن الأسطول البحري السادس للبحرية الأمريكية رسميا مشاركته في المناورات الميدانية المشتركة مع القوات البحرية الأوكرانية طيلة الفترة الممتدة من 28 يونيو إلى 10 يوليوز بمنطقة البحر الأسود، قصد تعزيز إمكانيات التشغيل البيني بين الجيوش البحرية العظمى. وسيتم التركيز أثناء المناورات البحرية على مناطق الحرب المتعددة تبعا للبيان المنشور من لدن القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، بما في ذلك الحرب البرمائية والحرب البرية، إلى جانب التدرب على عمليات الغطس والاعتراض البحري والدفاع الجوي، وكذا الحرب المضادة للغواصات وعمليات البحث والإنقاذ السريعة.